كونسبت مهم جدا برضو من الحاجات اللي لازم نعرفها في الهيدروستاتكس هي البوينسي او الطفو، قانون الطفو. لو انا عندي اوبجكت اميرسد ان فلويد، الفورسز اللي ابلايد عليه هي بيسيكلي عباره عن وزنه اللي هي عباره عن رو في جي في في، ده بيشده لتحت عشان كده في نيجاتيف ساين هنا كده، وفي فورس تانية بتحاول تخليه يطلع لفوق وهي الوزن اللي هي الجزء بتاع الايه بتاع الطفو اللي هو الفورس بتاع الطفو اللي هي عباره عن رو فلويد في جي في، اللي هي وزن السائل المزاح بيسيكلي. اوكي، فلو احنا خدنا مثالين ظراف جدا عشان يخلونا نفهم الكلام ده اكتر شويه، مثال بتاع التريستر انيمالز، الحيوانات اللي عايشه على سطح الارض اللي هي البريه، والحيوانات البحريه كمثال تاني. في الحيوانات البريه، الحيوانات البريه عايشه فين؟ عايشه في الهواء، وفي الهواء الحقيقه هنلاقي ان الرو بتاعت الفلويد دي اقل بكتير جدا من الرو بتاعت الحيوانات دي. لو تخيلت بني ادم مثلا الرو بتاعته التقريبيه الافريج مثلا هتلاقي زي بتاعت الميه، في حين ان الرو بتاعت الفلويد اللي حواليه اللي هو الهواء اللي هو في الموجود على البر بتبقى اقل بكتير جدا، بتبقى اقل من الصفر. فمعنى كده احنا بيسكلي الفورس اللي ابلايد علينا هي مينلي الفورس بتاعت الوزن بتاعنا. اوكي، فبيسكلي ما عندناش بوينسي تذكر للحيوانات اللي عايشه في البر. عكس الكلام ده تمام بقى بنلاقيه في الحيوانات البحريه. في الحيوانات البحريه هنلاقي ان الرو فلويد اللي هو الرو فلويد بتاع الميه، لان الحيوانات دي كلها عايشه في الميه، هي تقريبا بتساوي الرو بتاع الحيوانات دي، فهنلاقي ان الاثنين دول تقريبا بيساووا بعض. فمعنى كده الفورس اللي فعليا موجوده ابلايد على الحيوانات دي وهي عايشه هنلاقي تقريبا بتساوي صفر. يعني ايه بتساوي صفر؟ يعني هي بيسكلي بتبقى اولموست ويتلس ان ووتر، يعني بتتحرك ما عليهاش اي كونسترينت جاي لها من الويت بتاعها. فطبعا احنا بنشوف السمك وهو بيتحرك ما فيش عليه حاجه محدده، ما فيش عليه فورس بتخليه ان هو يضطر ان هو يقاوم مثلا الجرافيتي علشان ان هو يتحرك يروح من حته لحته. ودي طبعا حاجه من الحاجات اللطيفه جدا اللي احنا ممكن نبص عليها من الايكويشن اللي هي بتاعه البوينسي دي.